مركز ريتاج روعنا الكثير، ورانا اتصلنا بجميع السلطات لا حياه الا من تنادي. كاين حلول لكن ظرفيه، ما كانش حلول على مستوى كذا. حنا يا خويا رانا مسقرين، نسلكوا بلي شهر تاعنا، عندنا عائلات، نسلكوا بلي زامبو، نسلكوا بكذا، لكن كاين اطراف اللي ما قاداش تخدم في خدمتها. سوق هذا الموازي منذ 2014 وهو قائم لاسباب نجهلها. نحن نطالب من المسؤولين وعلى راسهم والي ولايه قسنطينه بازاله هذا السوق الفوضوي فورا. ما اذ لم يزال هذا السوق سنضطر لخلق سوق موازي اخر، مع العلم ان هذا السوق الموازي وتجاره يمارسون نشاطهم التجاري بصفه عاديه. رانا نعاني من التجاره الموازيه مده 10 سنين، لذا نطالب السلطات بازالتهم.